ثم أحبائي، هذه يعني أن نعرف الله هو أن نعرف دعوة الله، فالله دعانا لمجده. دعوة الله للكنيسة، بالواقع كلمة دعوة كالو، الفعل كالو في اللغة اليونانية هي الاسم الكنيسة، هي جماعة المدعوين من الخارج، طبعا جماعة المدعوين من الخارج لكي يكونوا شعب الله، فالله دعانا. وهذه الدعوة كما قال بولس لتيموثاوس دعوة مقدسة، وهذه الدعوة أيضا تعرف غنى الله، الله محضر غنى لا يستقصى للمؤمن. وهذه الدعوة هو أن نختبر وأن نعرف قوة الله، نعرف الله، نعرف غنى الله، ونعرف ونختبر قوة الله. هذه الدعوة مقدسة، وأيضا هذه الدعوة كما يقول دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. من أجل هذا كتب الرسول بولس لكنيسة أفسس: ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها. وأيضا دعينا للمجد. الشيء الجميل أنه بولس في السجن كان مليان قوة، كان مليان إحساس بالامتنان وشعور بالشكر تجاه ما عمله الله. فبولس عندما كان في سجن فيليبي كان يصلي ويسبح، يسبح ويصلي، وعندما كان في روما كان سجن روما كان بيشكر وبيصلي بيذكر المؤمنين في أفسس. هذا طبعا نضوج روحي عميق، وأنا بصلي لما بتسمع هذه الكلمات تقرأ هذه الرسالة حتى تنال هذه المعرفة والنضوج الكامل، حتى نصل إلى قامة ملء يسوع المسيح. على فكرة بنحب نسمع منك، تواصل معنا. إلى اللقاء، والرب يباركك.